تعرف التجار يبغون مواقف سيارات، يبغون دورات مياه، يبغون ترويج، يبغون تضليل، يبغون تكييف في بعض الممرات، يعني يكون في السوق فيه مفعم بالحركة من ناحية فعاليات. يعني مثل ما تشوفون ان الممرات تجار يعرضون يستخدمون مساحات اكبر من اللازم، وتسبب بعض الاشكاليات خاصة لمواضيع اللي علاقة بالاطفاء والحريق وشغلات المهانة. بنفس الوقت حتى الشراء يعني لما يجي خاصة عائلات ولا يعني مثلا رجال ونساء بيكون فيهم حرج لما يكون الممر ضيق. يعني المواقف اللي عافش المكان، السيارات بعضهم بعض ما يمشي بالسيد إلا بالألف وقع، ما يمشي السيد يعني خاصة من أجيك أوقات ما تقدر تسكن من الهرانات اللي تنزل الانطياعير من فوق أو شيء، ما أشوف شيء ما أشوف يعني. هذا الأزل شيء كل يسألون عن دوريات المياه، ما هم شمعة السوق يعني السعوديين من غير مجاملة. يعني اليوم صاروا لما تشوف السعوديين ينزلون بالهبل، تشوف يعني الكل يتحرك في السوق. أول كانت السوق ملمومة، يعني ما في القرى، ما في المدن، ما في يعني دكاكين مثل الحين. بس السوق الحين محتاجة لانفتاح على العالم. أساسيات الموقف لدرجة أولى والحمام. محتاجين حق تضليل. مواقف السيارات حاليا في مبنى بس يحتاج اكثر شوي. دورات المياه في نقص سوق المنامه. الحين عندنا مجمع اللي هو باب البحرين بس يحتاج اماكن اكثر. هذا شيء ثاني. يعني الحين حاليا اللي احنا منتظرينه ازاله مخلفات الحريق، هذه وايد شيء ضروري مؤثر على السوق من ناحيه الريحه ومن ناحيه الشكل.